السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنىكم تكونوا في أحسن الأحوال. جيت نتقاسم معكم لي طرونش باتيسير كيجيو زوينين، نتمنىكم تجربوهم. وإلى أول مرة كتزوروا قناة أم خولة، مرحبا بكم، ألف مرحبا. ما تنساوش الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. المقادير هاد لي طرونش كنحتاجو 4 ديال البيضات، 4 ديال المعالق نتاع السكر، 4 المعالق نتاع الماء، 4 ديال المعالق نتاع الزيت، كاين عندنا كاس وعامر نتاع الدقيق، كاين خميرة الحلوى والسكر فاني وقبيصة الملح. بسم الله على بركه الله، كنخدموا البيض مع قبيصه ديال الملح، كنخدموهم مزيان، كنزيدوا عليهم السكر، كنزيدوا الزيت، كنزيدوا الماء، كنزيدوا الدقيق والخميره نتاع الحلوى والسكر فاني. بعد ما خلطنا جميع العناصر كنزيدو الدقيق مع الخميرة نتاع الحلوى، كنخلطوهم مزيان.
كناخذوا لاطا كنديروا فيها الكارت نتاع الزبده، كنحطوا فيها الخليط، كندخلوها للفران مسخن من قبل على درجه حراره 180. هذه هي لاجينواز بعد ما طابت، كنقسموها على ثلاثه. كناخذوا كريم باتيسير كنزيدوا عليها الشوكولاته، كنزيدوا عليها السكر سنيده لان الكريمه ما فيهاش السكر، كنخدموها مزيان. كنخدموهم بهذه الطريقه، كنديروا لا كريم وكنديروا وحده فوق وحده. كنقادوهم مزيان. طريقة راه مشروحة، كندخلهم المجمد ومن بعد كنزينها بالصوص نتاع الشوكولات.
اخر كنقطع لي طرونش ديالنا. هذه هي الوصفه نتاع اليوم، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايكات، البارتاج مع الاصدقاء والاحباب، والى اللقاء الفيديو اخر ان شاء الله.